معنا اليوم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله غادي نقدمه العجينة السكرية، مقادير ديالها وطريقة التحضير ديالها، مقادير رخيصة وفي متناول الجميع. تابعوا معنا طريقة التحضير ديالها. نبدأ على بركة الله بمقادير. كنحتاجو جوج معالق كبار ديال الجليكوز، وكنحتاجو 250 غرام ديال الشوكولاتة البيضاء، جوج وراق ديال الجيلاتين اللي هما على هذا الشكل، هو الشكل ديالهم. وكنحتاجو 400 حتى 500 غرام ديال السكر الثقيل الممتاز. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه كنديروها كندير الشوكولاط الابيض، كنديرو في بان ماغي او حمام مريم حتى يذوب، وفي نفس الوقت كنشدو هاد الوراق ديال الجيلاتين وكنلويوهم وكنحطهم في الماء باش كيترخف. من بعد ما دبلنا الشوكولاط فوق حمام مريم، كنخليوه حمام مريم وكنديروا فيه جوج وراق ديال الجيلاتين اللي كنا رقدناهم واحد 5 دقائق فيما وصفناهم على الشكل هذا. كنحركو باش يذوب لنا مع الشوكولاط السخون، وكنديروا جوج معالق ديال الجليكوز. انا عندي هنا الكميه ديال جوج معالق، كنديروا هنا، تيكون صعيب شويه انا نهبطو. كنحركو جميع المكونات على هذا الشكل هذا حتى كنحسو بان الجليكوز وورق الجيلاتين راه ذاب وما بقاوش. على هذا الشكل هذا من بعد كنحيدو الكاسرونه اللي فيها الماء سخون، وكنديرو السكر الثقيل. كنحاولو هنا ما نديروش كلشي، شويه بشويه. العجينه السكريه ديالنا هي واجده. دابا نوريكم مرحله اخرى كيفاش كنلونوها. كناخذوا شويه ديال الملون، انا خسرت هنا ملون اخضر، كنديروا مثلا هذه الكميه غادي ديال اللون الاخضر، كنحطوه هنايا، كنهزو من غير واحد النسبه ولي كنديرو هنا، كنديرو فهاد شويه ديال العجينه بحال هكا وكنلونوها. كنلونو غير جزء صغير في اللون، من بعد كنضيفو هاد العجين اللي لونا العجين الاخر، كنخدمو على هاد الشكل. من الاحسن ان نلونوها فاش تكون والله صغرناها قبل ما كتقسح، فاش تكون طريه. من بعد ما لونا العجين ديالنا على هاد الشكل هذا كتشوفوا الالوان ديالها. دابا غادي نوريكم كيفاش غنوجدوها باش نزينو بها. غادي ناخذ واحد جزء من هنا، ناخذو هاد العجين هذا، كنديرو بحال شكل اننا غنديرو صابلي، كنصوبو هنا وكندلقوها. يستحسن انها تكون بين جميكات في الافضل باش مكربجوش الدنيا. هنايا كنديرو شويه السكر صغير بحال هكا وكنقلبو حتى كتولي لنا رقيقه. من بعد ما تلكنا العجينه السكريه كناخذ اي مرش مغينا، ناخذ مثلا هذا ديال الورقه خضراء، كنديروا لها بحال هكا، ها هو الشكل ديالها. ها كنهزوها وكنحطوها بهذا الشكل هذا. دابا كننتقلوا نوريكم بطابة ديال السيليكون كيفاش كنصوبوها. كندير فيه السكر بلاصتي هنايا، كنخوي الشكل هذا، كنشدو شويه ديال العجينه. خصنا هنا نديرو عجينه في الغوص، كنعمرو بها هاد المول ديال السيليكون وكنخرجوها على هاد الشكل، شكل وريضه. العجينة السكرية ديالنا هي واجدة، هي واجدة كما كتشوفوا. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك الفيديو وبارطاجيو وشاركوا في القناة ديالي باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.